عن احنا وياك هذا الريبورتاج، ريبورتاجين، ريبورتاج توفيق ابراهيم وعيسى شماس. اهلا وسهلا فيك. بعد البريك الاعلاني سنبدا معك من حيث الصخب السياسي للشيخ سامي الجميل المشاغب في عائلة الجميل والمشاغب في مجلس النواب الجديد. بس بعد اللي شفناه شو بدنا نحكي يا مرسال؟ ما بقى في شيء بيحرز بعد اللي شفناه. لا، في كثير اشياء بتحرز. اول شيء إرادة الحياة مستمرة، خاصة انه ختمنا مع عيسى شماس بأمنيته للخمس سنين المقبلة، لذلك إرادة الحياة بدها تكفي. الله يقويه، الله يعطيه القوة ويعطيه الشفاء العاجل. بدنا نبلش من حيث تم رشق سامي الجميل بتهمة الانعزال بعد البريك الإعلامي.